تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، حان الوقت لاستراتيجية فلسطينية موحدة. للأسف الشديد عبر سنوات طويلة الانقسام الفلسطيني عنوان فلسطين، وهذا الانقسام كان أخطر من إسرائيل في سنوات عديدة، لأن هذا الانقسام خلى كل الهدف هو وقف الانقسام، مش مواجهة إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا من أجل إقامة دولة فلسطينية، إنما هبط سقف الطموح وهبط مستوى الهدف والغاية للشعب الفلسطيني إلى معالجة هذا الانقسام. مصر بذلت جهود كبيرة جدا من أجل ترميم المسافة، ومن أجل كسر ذلك الخلاف، ومن أجل إنهاء ذلك الانقسام بين الفصائل الفلسطينية. وللأسف كل هذه الجهود ما تقترب من النجاح بلا إن هذه الفصائل سرعان ما اختلفت من جديد. للأسف بعضهم بيرجع لأطراف إقليمية، وبعضهم الخارج بالنسبة له حاسم في اتخاذ قراره، ويلاقي إن كل جهود وقف الانقسام تتهاوى مرة بعد أخرى. وفي السعودية بذلت جهود أخرى في سنوات سابقة من أجل وقف هذا الانقسام، وفي إحدى المرات أقسم قادة هذه الفصائل في الكعبة المشرفة في ليلة القدر على ترميم المسافة وعلى المصالحة، لكن ذلك للأسف لم يحدث لاحقا. هذه الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة هي حرب غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، وعالميا هي أسوأ الحروب منذ الحرب العالمية الثانية في انتهاك القانون الدولي الإنساني. وبالتالي يجب أن تكون هناك وقفة فلسطينية، لابد من إصلاح البيت الداخلي، لا يجب أن تكون هذه الحركة في اتجاه وهذه الحركة في اتجاه، لا يجب أن يكون هذا التنظيم أو هذا الفصيل في اتجاه وتنظيمات وفصائل أخرى في اتجاه آخر، لا يجب أن تعود كل حركة وكل فصيل إلى عاصمة أخرى في ظل عواصم متصارعة ومتنافسة، وبالتالي ليس من المؤكد أن هدف كل هذه العواصم مجتمعة هو مصلحة الشعب الفلسطيني. ضروري للغاية في هذه الحرب الإجرامية الدرس الكبير وحدة الصف الفلسطيني، الحوار الفلسطيني الفلسطيني، إنهاء الانقسام. ولابد أنه فلسطين مش فصيل أو حركة، لازم كلمة فلسطين تكون السيدة في الموضوع، مش حركة كذا هي اللي منتشرة أو تنظيم كذا أو جماعة كذا، لا، فلسطين. لابد من رؤية كلية للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني تضعها النخبة المثقفة والنخبة السياسية الفلسطينية، لابد من ورقة عمل، لابد من خريطة طريق فكرية. هذه الخريطة تنعكس من الفكر إلى السياسة، من الفكرة إلى الحركة، علشان نعرف نخاطب العالم اللي على الرغم من تواطؤ قوى كتيرة مع إسرائيل في جرائم الحرب هذه والإبادة الجماعية والتهجير القسري، إلا إنه في إحياء في الضمير العالمي لا سيما لدى الشباب، سواء شباب أوروبا أو شباب أمريكا وشباب كتير حول العالم. لابد من استثمار الإحياء الأخلاقي بين الشباب اللي هم في المستقبل هيكونوا حاسمين في رؤية هذا الصراع. لابد من خريطة طريق فكرية نجاوب فيها على الأسئلة، كيف نتعامل مع أنفسنا، كيف نتعامل مع محيطنا، كيف نتعامل مع إسرائيل، كيف نتعامل مع العالم، مش ان يكون خط عشوائي وكل واحد يفكر بمزاجه يتكلم بمزاجه، كل حد يطلع يقول رؤيته الخاصة. لابد من رؤية زي ما حصل في جنوب افريقيا، رغم ان في خلافات بينية لكن كان في عنوان اسمه نيلسون مانديلا، وفي حزب حاكم لكل الحركات الوطنية في جنوب افريقيا من اجل انهاء التفرقة العنصرية. لكن لو التفرقة نفسها فلسطينية، إذا هننهي التفرقة العنصرية الإسرائيلية، يبقى لابد إنهاء التفرقة بيننا أولا،
عشان بعد كده نشوف التفرقة العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وبالتالي وقف الانقسام الفلسطيني مهم للغاية، ترميم البيت الداخلي مهم للغاية، إعادة البناء الفكري والثقافي مهم للغاية. الأهم من إعادة بناء البيوت المهدمة هو إعادة بناء النفوس على أساس وطني وليس على أساس طائفي أو على أساس يتعلق بالانتماء إلى هذه الجماعة أو تلك الحركة أو ذلك التنظيم. موقف مصر منذ بدأت هذه الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة كما عبر عنه الرئيس السيسي هو أنه يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية، وهذه الدولة تكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. 2. أوكرانيا انتهى أمرها، أمريكا حصلت على ما تريد. الرأي ده أو العنوان ده هو عنوان لمقال رئيسي في صحيفة روسية كبيرة روسيا ديلي. الصحيفة الروسية بتقول إنه أمريكا كان عندها أهداف تحققت وفي أهداف أخرى لا يعنيها تحقيقها. الأهداف اللي اتحققت إن أوروبا تحتاج إلى أمريكا في أمنها، وإن أوروبا يكون عندها أزمة طاقة، وإن أسعار الطاقة ترتفع بالنسبة إلى أوروبا وإنهاك أوروبا. وبالتالي طبقا للصحيفة الروسية تبقى أوروبا محتاجة جدا لأمريكا سياسيا وعسكريا أكتر من أي وقت مضى. إنما كمان الطاقة اللي موجودة في أمريكا وعايزة تصدرها إلى أوروبا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب أوكرانيا، تقدر أمريكا تصدر هذه الطاقة إلى أوروبا. ففي أهداف لأمريكا من هذه الحرب اقتصادية متعلقة بتصدير الطاقة الأمريكية إلى أوروبا بحسب الصحيفة الروسية. طبعا ده كلام يعبر عن صحيفة روسية علشان نكون في الصورة وإحنا بنحلل هذه الأمور. أوكرانيا بقى عندها مشكلة كبيرة، المشكلة متعلقة بالاقتصاد، لأنه الخطر من الحروب مش بس القتلى والضحايا والمصابين والمختفين وكل ده، وده مش قليل، ده شيء في منتهى الخطورة، إنما كمان في خسائر اقتصادية. إن لما تضع الحرب أوزارها هتدير الاقتصاد إزاي بيكون خسائر كبيرة جدا ومهولة. أوكرانيا ومن قبل أن تضع الحرب أوزارها عندها أزمة اقتصادية كبيرة جدا، وأوكرانيا بحسب الصحافة الروسية وصحافة أوروبية أخرى اللي ممكن تكون على وشك الإفلاس محتاجة إلى جهود كبيرة جدا من أجل تسوية الديون أو إعادة هيكلة الديون، إنما في تخلف جزئي عن سداد الديون الأوكرانية لروسيا. الميزانية الأوكرانية صعبة جدا، 90-45، هو مش 90 بالظبط إنما قربت على 90 اللي هي الواردات الأوكرانية، الصادرات الأوكرانية 45، فالفرق هو تقريبا الضعف 45 إلى 90. عجز الموازنة ده صعب جدا وبعدين بيتراكم أكتر لما تضيف ليه الديون، لأن بقت بلد عايش على الديون بالأساس، قرض ورا قرض ورا قرض. ده وضع أوكرانيا. الوضع ده في أوكرانيا بيؤدي إلى أزمات اقتصادية كبيرة موازية للأزمات السياسية والعسكرية القائمة. فبحسب أوراسيا ديلي إن الفرق الكبير ده، وإن حتى الأموال اللي أخدتها من أوروبا هي أموال نتيجة اقتراض، يعني محسوبة كقروض مش محسوبة كدعم، وبالتالي هتكون في قروض كبيرة جدا في المستقبل، ده غير إعادة الإعمار. نوجز القول، أوكرانيا في هذه الحرب عندها خسائر مالية قدرت فيما قبل بأكثر من تريليون دولار لإعادة الإعمار، ربما يقارب الرقم بنهاية هذا العام 2 تريليون دولار لإعادة الإعمار، فرقم مهول.
الأمر التاني إن ديون كتيرة جدا للخارج، وإن الدعم الأوروبي ده كله ديون في النهاية على أوكرانيا. تلاتة، إنه الإيرادات كلها 45 مليار دولار، إنما الاحتياجات للدولة 90 مليار دولار، وبالتالي عجز مهول جدا في الموازنة العامة الأوكرانية. كل ده يتوازى مع تقدم للجيش الروسي على الجبهات، وأزمة سياسية دولية لأوكرانيا متعلقة باحتمالات أن تصل نتائج الانتخابات الأمريكية إلى فوز الرئيس ترامب، اللي هو ونائبه الاثنين ضد مد أوكرانيا بالسلاح أو المال، ومع التسوية ربما على الشروط الروسية. إذن مأزق كبير في أوكرانيا، لكن في كل الأحوال دي رؤى روسية، إنما في رؤى غربية، وفي حال فوز كمالا هاريس ممكن الأمور تتعدل. لكن حتى الآن، وما إن الوضع ليس في صالح أوكرانيا، رأت الصحيفة الروسية أن أوكرانيا انتهى أمرها، لأن أمريكا ببساطة حصلت على ما تريد. وفاصل ونكمل. ثلاثة، هوليود وموليود، صناعة السينما في العالم. عندنا أسماء مختصرة بقت خلاص هي العلامة التجارية لصناعة السينما في الدولة، زي في أمريكا هوليود. فلما نقول هوليود، الكلمة دي لوحدها اختصرت الموضوع كله، اللي هي صناعة السينما الأمريكية، فنقول اختصارا هوليود، اللي هي بقت العلامة التجارية لهذه الصناعة العملاقة والاسم الإعلامي الشائع في العالم. لما نروح الهند، هلاقي ان صناعة السينما الهندية، وهي صناعة ضخمة وعريقة بل أكثر من 100 سنة، هذه الصناعة في الهند بيطلق عليها بوليود، وبوليود نسبة إلى بومباي، وهذه الصناعة صناعة كبيرة جدا. لما نشوف صناعة أقل ولكنها قريبة في الشكل من السينما الهندية، هلاقي السينما الباكستانية، وبيسموها لوليود. لوليود حرف اللام من لاهور، يبقى عندك بوليود من بومباي في الهند، ولوليود من لاهور في باكستان. إنما كمان في سينما إفريقية عالمية كبيرة جدا، السينما النيجيرية، دولة نيجيريا أكبر دولة في القارة الإفريقية وعملاق غرب إفريقيا. في نيجيريا صناعة السينما تقدمت جدا جدا، وبقى عنوانها العالمي الشهير نوليود من نيجيريا. في مصر اتكلمت قبل كده وكتبت أكتر من مرة إن إحنا يجب أن نروج مصطلح موليود ليكون عنوانا للسينما المصرية اللي عمرها أكتر من 100 سنة. دلوقتي السينما النيجيرية هي السينما الأكبر في أفريقيا، لكن تاريخنا في أفريقيا وتاريخنا في العالم السينمائي تاريخ كبير جدا. فإحنا من سنوات طويلة عندنا أفلام متألقة، من عقود طويلة عندنا جمعيات سينما كبيرة ونقاد سينما كبار وكتاب للسينما، من بينهم حائزون على نوبل زي الأديب العالمي الأستاذ نجيب محفوظ. للأسف لم نصل في أي وقت إلى القائمة الطويلة في الأوسكار الأمريكية، إنما ده في تقصير من الترجمة والتقديم، لأن في أفلام مصرية على مدى 100 سنة تصل إلى مستوى العالمية، وزي الأفلام الكلاسيكية الكبرى في أوروبا وأمريكا وفي الهند، وبالتالي احنا خسرنا التسويق بالشكل المناسب لصناعة السينما في مصر. صناعة السينما في أمريكا صناعة كبيرة، الصادرات مليارات الدولارات، يعني صادرات أمريكا من السينما ممكن تكون قد صادرات دولة غنية من النفط. حجم صناعة القوة الناعمة في أمريكا كلها 1 تريليون دولار، 6% من الناتج القومي الإجمالي الأمريكي. رقم مهول، تريليون دولار حجم القوة الناعمة الأمريكية اقتصاديا. في أفلام، أحد أفلام سلسلة حرب النجوم كانت صادراتها 10 مليار دولار،
يعني دخل أعلى من ميزانية دولة أفريقية كاملة. إذن الصناعة العملاقة للسينما الأمريكية والصناعة العملاقة الأكبر للقوى الناعمة الأمريكية ديت وصل إلى رقم تريليوني. في الهند هذه الصناعة صناعة مهمة للغاية، ومنذ أول فيلم قبل قرابة 100 عام وإلى الآن في تطور في صناعة السينما الهندية. طبعا في ممثلين في الهند من باكستان، وبالتالي بنلاقي كل شوية مواحكات مع النجوم دول أو دول، لما بيكون في اختلاف يعني متصاعد كبير بين باكستان وبين الهند. يعني مثلا راج كابور وشاروخان وكومار وشخصيات كتيرة بارزة في بوليود هم من أصول باكستانية. هم أصلا في الأصل كانوا دولة واحدة، يعني قبل سنة 47 كانت بنجلاديش والهند وباكستان دولة واحدة، بعد كده انقسموا. في كل الأحوال تستخدم السينما والقوى الناعمة في الحروب الباردة وفي الحروب الساخنة، وفي الاقتصاد، وفي تعزيز موازنة الدولة. وبالتالي الأمر لم يعد فقط لمجرد الاستمتاع ومجرد الإبداع، وإنما ليه أبعاده الاقتصادية والسياسية. موليود، صناعة السينما في مصر، تاريخ كبير جدا يحتاج إلى دعم كبير لتصبح موليود عالمية، كانوليود وبوليود وهوليود. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.